Disciple 6, what's the grid on those CVs? Over. أول أربع عجلات الفردوس الأعلى بإذن الله. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمدا رسول الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم تقبله في جنتك مع الشهداء والصديقين والأبرار، واجعل من دمائه زكية إبراسا لنا في جهادنا لنصرة دينك. تحرك إبراهيم. تفضل محامي الدفاع. لا أحد يدافع عني. أرفض المحكمة وأرفض القاضي. إن الحكم إلا لله. إن الحكم إلا لله. إيه زين حبيبتي، الله يخليك مو تنسين، ترى تفوتك السهرة. لا خلص، على موعدنا كريستينا، كمل شغل واجي لك. ما تحلى السهرة إلا بوجودك. زين زين كريستينا، كلمك بعدين. عجيبة، مش بيها هاي، شنو صاير؟ ضحايا تفجير، سوان تحارب سوق النبي يونس. زين ماكو شيء، سهلة إن شاء الله سهلة. الحالات الحادة فيها تروح على غرف عناية مركزة. ناديني دكتور ياسين، دكتور أحلام. سهلة بسرعة بسرعة. وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب المرقم 13 لسنة 2005، وبموجب المادة 4 البند أولاً من القانون، وبصفته فاعلاً أصيلاً لأعمال إرهابية مبينة، حكمت محكمة استئناف نينوى الاتحادية حضورياً على المتهم عبد الله حسان عوف بالإعدام شنقاً حتى الموت. ستندم يا قاضي الكفر، ستندم. رفعت الجلسة. ستندم أيها النصراني. ستقوم دولتنا في العراق، دولة الإسلام باقية وتتمدد. دولة الإسلام باقية وتتمدد. بل باغية وتتمدد. خذوه. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. محاضرة من عندك، يعني المريض لو ميت من يتحمل المسؤولية هذه؟ شوف الأشعة. ما أقدر أشوف الأشعة وهو ينزل، الضلع اللي فوق القلب مكسور، شو أسوي؟ بس عافية عليك، أهنيش على هالشجاعة. أنا أكو قرارات تحتاج سرعة مو شجاعة. يا معودة، يعني حتى الأمس لماتش عسكرية؟ أنا متربية ببيت عقيد. دكتورة جوانا، المصاب اللي رجلين بترتب من الانفجار خلاص صار جاهز. يا إرهاب وانفجارات، الناس المدنية شنو ذنبها؟ الله يعين. Thank you.
لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتك. بشراك يا أبا عبد الله. يا دان مبروك، استاهل. انت المفروض يعدموك 20 مرة على عدد الناس اللي قتلتهم وذبحتهم بدم بارد. من يدري، ربما تكون الحادية والعشرين. عبل المشنقة أقرب مني إليك. أعدك ستقوم دولة الإسلام في العراق ولن ينحر رقبتك غيري. راح نشوف من ينحر رقبة منه. وبهذا الحكم الذي أصدرته محكمة استئناف نينا والاتحادية تنتهي حقبة إجرام المدعو عبد الله حسان عوف الملقب بالذباح. أخيرا سيدي خلصنا من الإرهابي الذباح وصدر حكم إعدامه. بس إحنا لازم نأخذ حذرنا من خلايا النائمة بالموصل. اطمئن سيدي، هو هذا اللي إحنا مخلينا بمخططاتنا. زياد، أريدك تنشر عناصرنا بالموصل وأريد تقرير يومي كل المعلومات. لا تقلق سيدي، عناصرنا مزروعين دا يزودوني بكل التحركات. أخبار المقهى أكو شي جديد؟ والله يا سيدي فكرة المقهى ممتازة جدا، خلتنا نزرع عيون تكشف الخلايا النائمة هناك. الظاهر عجبتك الشغلة. شو تريد بعد؟ مقهى وبنص بغداد ومربحة؟ برأيي تستقيل وتبقى بهاي الشغلة أحسن. والله سيدي بيني وبينك شغلة مربحة وممتازة جدا. سيدي انت تعرف استعدادي تجاه بلدي. أنا مستعد أشتغل أي شغلة حتى نخلص بلدنا من الإرهاب. والنعم منك. أهم شيء تركزون على أشخاص اللي يذكرون اسم الذباح وتراقبوهم. أمرك سيدي. بارك الله بجهودكم. أشكرك سيدي. متأكدة أني حليت أحسن منك بامتحان اليوم. طيب يا روبون، رح نشوف إنه اللي يطلع أول. رح أتصل بجوانا وأقولها إن إحنا خلصنا امتحانات. ما ترد؟ أكيد عندها عملية. طيب رح أتصل ببابا. سدي الموبايل، بابا وصل بالسلامة. الحمد لله. اهلا 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 حبايبي. هلا بابا. شلونكم؟ الحمد لله. هلا حبيبي. شو اخباركم اليوم؟ الحمد لله. شو اخبار الامتحانات؟ اكيد مثل كل مره. خلاص بدأت طلعت للصيفية. الحمد لله. تمام تمام تمام. السلام عليكم. أهلا وسهلا. ما شاء الله الله يزيد ويبارك. أيبا فينا ناخذ مبلغ التبرع الشهري. تبرع؟ إيه تبرع، إحنا جاي نصرف هاي الفلوس على الأيتام والمحتاجين والفقراء. مبلغ الضاعف. الضاعف؟ ايه الضاعف، اليوم وبعد، لان الناس ما لاقيه تاكل، ما عندها شغل، الفقر قاتلهم. يعني انتوا توليتوا شؤون الفقراء بدلا من الحكومه؟ تش عليك، ادفع بالتي هي احسن. حاضر سيدي. تفضل. إن شاء الله بميزان حسناتكم والله يزيدنا من بركاتكم. خائف من حكم الإعدام؟ أبا عبد الله لا يهاب الموت. لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. لا تقلق أيها الأمير،
سيتغير الحال إن شاء الله قبل موعد تنفيذ الحكم، وستعلو راية الإسلام فوق الموصل وكل العراق بإذن الله تعالى، وتكون يدنا هي الأقوى ويد الله فوق أيدينا. أريد التحدث مع أبا الوليد، أين الجوال؟ أخفيته في مكان آمن كلا يعثرون عليه في جولات التفتيش المفاجئة. ألم تسمع هذا الشرطي الرافضي النجس؟ وكيف أتحدث الآن إلى أبا الوليد؟ لم تسنح لي الفرصة أثناء المحكمة، كان يريد أن يقول لي أشياء كثيرة. اهدأ يا أمير، سيكون الجوال عندك مساء. من هو هذا زياد؟ حقك تسأل، لأن أنت صار لك فترة طويلة بعيد عن الموصل وما تعرف الذباح منه. هذا أخطر داعشي بالموصل، ارتكب جرائم بشعة جدا قبل أن يلزمه. نشاطات هوايل داعش في الموصل، شكلهم يحضرون لشيء كبير، الله يستر. داعش عنده آلاف الخلايا الناعمة بالموصل، وأكو صعوبة كشف هذه الخلايا، لذلك دي يزداد وده تزيد جرائمه. لو فوقها سيطرت داعش على حدود الموصل والأنبار، وسيطرت على طريق بغداد الموصل بشكل كامل، وإحنا ما نعرف شنو ناويين داعش بظل هذه الفوضى. هسه المهم تقول لي شو وقت تسافر باريس حتى تمارس عملك بوكالة الأنبار الفرنسية. الوكالة طلبت مني إجراء مقابلات وحوارات حول القضية الكردية، وهذا يحتاج الوقت. مترد؟ هذه جوانا. رد عليه، خاف محتاج شيء. هلا بيش دكتورة؟ خلنا نشوفك، صار لك شهرين مسافر ما شفتك. شو أخبارك؟ زين قيس، ولا تريد أقول لك أستاذ قيس مثل ما تقول لي دكتورة؟ لا لا، قولي لي قيس من غير ألقاب. زين زين، مع السلامة. مع السلامة. شو تريدين منه؟ اتركيه بحاله، انت هسه مخطوبة من ابن عمك نيشان. ما اريد شيء، احس بذنب اتجاهه، خبر خطوبتي صدمه، مع اني قلت له من الاول ما رح يصير شيء وحددت العلاقه، بس هو ما دا يفتهم. مشكلته افتهم مشاعرك خطا. اهتمي بنفسك وبخطيبك، ولا تنسين زواجك بعد شهرين. ممكن سكنت بشقه مؤثثه بدل الهوسه اللي مسويتها ببيتكم. أنا وأبويا فرحانين بوجودك ويانا. أنتِ مو بس صديقتي، أنتِ أختي وحبيبتي بعد. ولو دار الضيافة بالمستشفى كانت زينة، كنت تركتك براحتك. وهذه الشقة المؤثثة أنتِ أولى بفلوس إيجارها يا عروستنا الحلوة. الله لا يحرمني منك. السلام عليكم. عليكم السلام. فلوس التبرع على السريع، مستعجلين الدبر. خلي بالك المبلغ ضعف. منين ادبر لكم؟ حرام عليكم، هذا رزقي ورزق اطفالي، وبعدين تاخذ مني اتاوي؟ والله حرام. والضاعف علي؟ لا تقول اتاوي، هذا تبرع من عندك في سبيل الله. خلي بالك ما حد يفيدك، حياتك بيدنا، لا تفتهم له. لا، اذا ما سددت عليك ترى تدفع الثمن غالي. حرام عليكم، والله حرام. يعني انت شنو ما تريد تدفع هسه؟ عوفا عوفا دين انطي عوفا. والله اشتاقيت لك يا بنتي. اسمعيني جواني، اريد قبل موعد اجازتك تنطيني خبر حتى اضبط اجازتي وياها ونقضي اطول وقت ممكن سوي. اي بلي تمام. يلا بنتي مع السلامه. لك هاشنو عاشت ايدكم على هالسفره. كافي انت طبخت لنا، احسن طباخ في العالم. بابا هذا اللي اقدر عليه، الله يرحمكم.
آمين. يا الله. يا اهلا وسهلا. يا رب عليك. السلام عليكم. مع الزاد سلام. وعليكم السلام. تفضل. استريح استريح. شلونك اخوي؟ بعدنا على اولها. بالعافيه. عشان. بالعافيه الله يخليك. اي والله ودافتك. انا سبقتكم بس اكلت. الله يخليك. انا بس عندي طلب صغير. عمر. الجرار مالتكم محتاجه كلش والله. باكر الصبح عندي شغل بي. بدون ما تستأذن. الله انت جارنا العزيز. بدون. بس عندي شرط. قول بروح. ما تاخذ الجرار اذا ما تتعشى ويانا. يعني. يلا مديدك مديدك ما يصير. يلا. بلغني خبر الحكم عليك يا أبا عبد الله. لا تقلق من شيء. كيف لا أقلق؟ لماذا تأخرت عن فتح الموصل وبغداد؟ كل شيء في أوانه، وسأبشرك بخبر سار قريبا إن شاء الله. الخبر الذي أريده قلت لك ليس من أجلي، ولكن من أجل الدولة الإسلامية، حتى تتوسع وتتمدد وتشمل العراق بأكمله. شوف سيدي، شوف شوف تلفون بيده، ما اعرف وين يضم وقت التفتيش. روح جيب التلفون. جيب. رصيد. هذا شلون دخلت هنا؟ رجال الدولة في كل مكان. جيبوه. وخذوه للسجن الانفرادي. عرفت منو اللي دس لك الورقة بملف القضية؟ لا حقيقة فتحت تحقيق بالموضوع لكن بدون جدوى. ظاهر خلايا داعش النايمة متغلغلة بكل مكان حتى بالمحكمة. هاني ما قاعد أفهم صمت الحكومة على هذا الانفلات الأمني وسيطرة خلايا داعش بالموصل. لازم أقاوم مشاعري. جوانا مستحيل ترتبط بي. ما لازم أضايقها ولا أضغط عليها بمشاعري. زواجها من ابن عمها قريب، شوفتها رح تزيد وجعي، لكن بنفس الوقت أحبها وما أقدر أشيلها من قلبي. والله ما أدري شنو الحل. الله يعيني. مولانا، هذا كل ما جمعناه من التبرعات. بارك الله فيكما، زيدا من جمع التبرعات لنصرة إخواتنا المجاهدين. مولانا، اتفقنا على صفقة سلاح جديدة مع تاجر لديه كميات كبيرة جدا لكنه أسعاره غالية. اشتروا بأي ثمن، فساعة احتياجنا إليه قد اقتربت ونصر الله أقرب بإذن الله. إن شاء الله. رتب اجتماعا مع الإخوة المجاهدين في سهل نينوى، فقد وردت تعليمات جديدة من أبي خالد بخصوصهم بعد أن من الله عليه بدخول الأنبار ورفع راية الإسلام فيها. الحمد لله، سنفعل يا مولانا، سنفعل. لكن ماذا سنفعل لصاحب محل الملابس الذي رفض دفع التبرعات؟ سيدفع بالتي هي أسوأ وسيكون عبرة لغيره. هيا انصرف. أمرك مولانا.
ماذا حصل؟ عاقبني أمر السجن بسبب الجوال، شهرين بدون زيارة. المرة الجاية راح يكون حبس انفرادي. هاي إذا ما عدموك ساعتها راح تقرأ الفاتحة على روحك، ولو أنت حتى الفاتحة خسارة بيك. لا اهدأ يا بعض راسك يا أسف لله. اهدأ اهدأ كل شيء في أمانه. اهدأ هذا الرافضي اللعين لي يعيش يوما آخر. شكو شرايدين؟ كيف وقت الحساب اليوم مسويك عبره لمن لا يعتبر؟ تعال رحمة الوالدة. تعال حجي صاحب أربع أطفال أربع بنات عندي لا تتمون هذا المحل شرايدين أنطيكم رحمة الوالدة يكون بس عوفوني حجي بعد كان عشت بيناتهم حجي رحمة الوالدة يكون لا يتمها اليوم اطلع 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 وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بك يا أبا الوليد سأمر عليك اليوم إن شاء الله سعيد أريدك بنفسك تتابع الشغلة وإذا احتاجت شيء انطيني خبر صافي أم رمى صباح الخير حج كاوة صباح الخير خل تفضل حجي هذا التقرير الإداري والمالي الفصلي خليه على المكتب وبعدين أنا أراجع تأمر حجي أقول لك أحبابي وصلوا أحبابك نعم أحبائي دول الناس الطيبين والوسطاء اللي الله قاسم لهم يجون يأخذون حصتهم من يمي كل شهر العفو حجي يعني ما قصدت شيء إيه نعم نعم هم وصلوا وهسه موجودين بالمخزن وين؟ مخزن؟ اسمع خليل هسه تروحون تأخذوهم للقاعة الصغيرة توكلوهم وتشربوهم أطيب ما عندنا بالفندق وتوقفون على خدمتهم لكن حجي هذولا منظرهم ما يسمح لنا استقبلهم بالقاعة الرئيسية منها خليل تسوي مثل ما قلت لك افتهمت؟ بارك الله فيكما نعم الرجال أنتم وبارك الله فيك يا مولانا أريد منكما أن تكثر من عمليات الاغتيال بين الكفرة والمرتدين من رجال الشرطة والجيش أيضا التعليمات التي لدينا تقتضي ذلك سنقتص منهم ونرفع راية الإسلام ونبيد الكفر ورجاله بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما الأخبار يا شعبان؟ لقد نقلت اليوم نقلتين بنزين يا مولاي أحسنت أحسنت تعال تعال مجلس أمام جواري قل يا صديقي ألم يطرق سمعك شيء عن أهل الكفر ما هي خططهم مثلا في الفترة القادمة أهلا وسهلا أهلا وسهلا نورتونا يا أهلا وسهلا الزاد ما عليه سلام يا جماعة أكلوا بالعافية فد شوية راح يجيكم المحاسب وينطيكم شهريتكم مثل كل مرة بس لا تنسونا بدعاكم وصلواتكم إن شاء الله اهلا وسهلا اهلا وسهلا نورتونا اهلا وسهلا كما وعدتك الحادي والعشرين
سماهر شبيك؟ تعبانة يا روان. شنو وجعك؟ حرارتي مرتفعة وجسمي كله يأذيني. سلامات، لا تقلقي، فعلاً حرارتك مرتفعة. أكلم جوانا حتى. لا لا يا روان، لا تكلم لا جوانا ولا بابا، لا تزعجهم. طيب راح أدور لك عن خافة حرارة في الصيدلية، وراح أسوي لك كمادات ثلج مثل ما علمتنا جوانا. ارتاحي وتنفسي بانتظام. مو هاي التعليمات يا سمسم؟ يصير هيك جريمة داخل السجن. سيدي للأسف ماكو أي كاميرات داخل السجن. يعني معقول المجرم واحد من السجناء؟ لا سيدي، مثل ما تعرف أبواب السجن نغلقها الساعة 8 بالليل وما تنفتح لحد الساعة 8 الصبح، والجريمة صارت بعد منتصف الليل. يعني قصدك المجرم لو واحد من الضباط، لو واحد من الحراس؟ لا سيدي، هذا الأمر كلش مستبعد. زين اكو عداوه بين المجني عليه وواحد من السجناء او واحد من الحراس؟ سيدي حسب علمي ما عنده عداوه يا احد ما عدا الذباح. تمام، روح ناقب عدنان، كملوا الاجراءات مالتكم. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أنت متأكد ما تعرف شيء عن الحادث؟ وكيف لي أنا أعرف؟ أنت البارحة بالليل طلعت من الزنزانة؟ ضحكتني. وكيف لي أنا أخرج وهي موصودة علي وعلى زملائي؟ اسألهم سيقولون أن باب الزنزانة بعد أن أغلق مساء لم يفتح إلا حينما طلبتموه.